أول حاجة بدأت بدايتي مع موهبة كانت في صف ثالث ابتدائي في اختبار موهبة، والحمد لله حققت درجة يعني خلتني أروح الشراكة يعني في مدارس موهبة، بس علشان مدرستي تحفيظ قرآن فقلت أبقى فيها وأخذ فصول موهبة. وأولمبياد سجلت فيه سنة خامس ابتدائي، ماما شافت أنه مسابقة موهوب وزي كده فسجلتني فيه. وسادس ابتدائي رحت أول حاجة الدورات الأساسية، وبعدين الحمد لله تأهلت وبدأت الملتقيات. باقي لي 3 سور أختم القرآن، سورة البقرة وآل عمران والنساء. أصلا أنا يعني في مدرسة تحفيظ قرآن، ماما بالعين كانت بتحطني في مدرسة تحفيظ قرآن علشان يعني هي من أحلامها من هي صغيرة إنها تختم القرآن، بس ما تاحت لها الفرصة إنها تروح مدرسة تحفيظ قرآن، فكانت تبغانا إحنا نروح أنا وأختي. إحنا كل يوم نحفظ صفحة، وعلشان أنا من وأنا صغيرة أحفظ قرآن فصار خلاص متعودة على الحفظ، سهل علي والحمد لله إحنا نخلصه قبل ما أجي كاوست، فمدرستي تدعمني يساعدوني، كل اللي حوالين الصراحة أهلي كلهم، فالحمد لله أقدر. ماما كانت دائما تدعمني يعني صراحة، هو أنا دائما مبسوطة في الأولمبياد، بس ساعات يجيك يعني فترة كده تزعلي إنه مثلا إجازات ما تروحيها زي كده، فهذه الفترات ماما كانت مرة تساعدني. وبابا الحمد لله يعني ما شاء الله بابا مرة شاطر في الرياضيات كمان أنا أخذ منه، ففي بداية فترتي في الأولمبياد كان هو اللي ذاكر لي كل حاجة، هو اللي يفهمني إذا ما فهمت شيء، فدائما هم اللي كانوا يساعدوني، وهذا طبعا أول حاجة بفضل ربنا وبعدين بفضلهم. وكمان مدرستي دائما مرة تساعدني يعني تخليني أقدم الاختبارات دائما، يعني أنا هنا أشوف مثلا في بعض الطلاب مرة يعني يكونوا مخلصين قبل ما يروحوا كاست بيوم زي كده، لا أنا أخلص قبل بأسبوع أسبوعين علشان يعني هم يقدموا لي الاختبارات مرة بسرعة يساعدوني. مهم المذاكرة، مهم الأخذ بالأسباب، بس لازم كمان يعني مثلا لما تكون تذاكر يجي وقت الصلاة لازم تروح تصلي زي كده علشان ربنا يوفقك، يعني مهما كان مهما أنت كنت شاطرة مهما هذا لازم توفيق ربنا. وحفظ القرآن طبعا مرة ساعدني، وبالذات مو بس أحفظه كمان تاخدي بيه يعني الآداب وزي كده كلها. شوفوا في دي السنة الجي بي ام او، بس أنا ما دخلت فيها لسه، إن شاء الله السنة الجاية لأنه هو عندها عمر معين وأنا عشان داخلة بدري فأقدر أروحها، فإن شاء الله بستعد لها عشان إن شاء الله أخذ ذهبية. أتعلمت مرة معلومات كثيرة في الرياضيات لدرجة يعني في المدرسة فعليا كل الأشياء صارت مرت علي، حتى في الثانوي زي كده في ناس يسألوني مثلا في الرياضيات يقعدوا يسألوني، هذه المعلومات مرة تعلمتها. وكمان كونت مرة أصدقاء هنا في كاست يعني ما كنت أحلم إني أكونهم الصراحة. قبل ما أعيش لوحدي زي كده أحس إن يعني المسؤولية عندي ما كانت مرة عالية، يعني مثلا دحينة صرت من يوم يعني ما يجي المنبه على طول أصحى، لازم يعني أعتمد على نفسي لأنه عارفة إنه إذا أنا ما صحيت ما حد حيصحيني، مو زي لما نكون في البيت، في البيت مثلا عارفه مثلا ماما تقدر تصحيني وهي رايحه الشغل، بابا يقدر يصحيني، لكن هنا لازم اصحى على المنبه، اعرف يعني مثلا اعرف يعني اوزن ايش اسوي اليوم ايش اسوي بكره، لازم اخطط قبل مثلا الباصات زي كذا.